شكرا دوت الرئيس. طيب شوف ماشي الحال. طيب هل عقد هالندوة مثل ما قال محمد هو بسياق سعي الحزب الشيوعي انه يكون ماسك زمام مبادرة في المواجهات السياسية، وهذا شيء كتير مهم ومنتلاقى عليه، وبتأمل انه نقدر تضافر الجهود يتوسع تثمر هذه المحاولات. وبالتالي كون هالمسألة سياسية والعنوان واضح، مفيد الواحد يتوقف شوي عند النص التسمية المحاور هون، لأنه أكيد أخذت نقاش، وكلنا بنعرف قديش تأخذ نقاشات هالمسائل بكل التنظيمات السياسية وخصوصي بالحزب الشيوعي. العنوان البراني هو طبيعة الصراع في المنطقة في أبعاده المتعددة. طيب ومبين من المحاور جوا. طيب شو يعني الصراع؟ مجرد ما يكون في صراع معناتها في ناس مقابل ناس، معناتها في عنف يا ممارس يا في متخوف انه يمارس. بمجرد ما يكون في صراع ما بيعود في ابعاد متعدده، بيصير في ناس مقابل ناس، يعني لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، بتعرفوا هالاسطوره. اساسا الواحد في ينظر انه المبرر العقلاني للصراعات واداره القلق باتجاه التهديد بصراعات هو لالغاء الابعاد المتعدده. كيف التعامل مع واقع يلي يظهر وكأنه صراع، إنما الحزب الشيوعي ونحن نعتبر أنه له أبعاد متعددة لأنه نحن مش مقتنعين فيه هذا الصراع، أو بالأحرى نزعم أنه عنا بالقدرة الفكرية النقدية قدرة على تفكيكه وجعله أمر يفسر ولا يفسر. إذا دخلنا على العنوان هذه الحلقة اللي نحن فيها المحور، الاقتصاد السياسي للعالم العربي ومشروع التنمية البديلة، هذه الوا بتعرفوها الوا دائما مهمة هاي. الاقتصاد السياسي تعبير ينتسب إلى منظومة فكرية لما أحلى محمد هلا العالم العربي ما بعرف شو وين ببلش هذا وين بيخلص، بس إنه حديث تاني اللي إحنا نشتغله بعد شوي. بعدين في مشروع التنمية البديلة، شو جيب هاي لهاي؟ أساساً كلمة تنمية هاي منين جاي كلمة تنمية؟ كلمة تنمية هي إحدى النتاجات الإيديولوجية تبع الحرب الباردة في بداياتها. هيدي لما طلعوا بخبرية التنمية ليش؟ لأنه بالحرب العالمية الثانية الدول الأوروبية اللي كان عندها مستعمرات طالعة مخبصة وشبعانة، والأمريكان بدهم يستلموا الدفة، فبلشوا ينسجوا على منوال اسمه التنمية. IBRD Reconstruction and Development، ما كان حدا سامع فيها هاي الكلمة قبل بتاتا. تنمية يعني بتوحي انه في هيك شخص صالح هو عم بينمر، كأنه عم بيربي صيصان ليصيروا فريريج او ينمي. يعني مين هو هذا اللي ينمي؟ هلا بعدين عم خلفت هاي التنمية، صار عنده اولاد، شيء اسمه مستدامة، شيء اسمه عادلة، شيء اسمه شاملة، صار عنده عائلة يعني إنساني وغير إنساني. وإنساني وغير إنساني، وفي ناس معتشين منها ومؤسسات تقبض مصاري وعها الخبار وإلى آخره. شو تنمية يعني؟ شو علاقة التنمية بالاقتصاد السياسي؟ نقيضينها. اقتصاد السياسي يعني تطور مجتمعي محكوم بانتزاع مبادرة بموازين قوى بين المصالح بتطور متفاوت إلى آخره. ما في شيء اسمه تنمية. من هو هذا عميد الخير اللي قاعد عم بيعمل تنمية يعني؟ هلا هون بيجي العطف، خلصنا منه، بيجي النعت بعدين. العالم العربي والبديلة، طبعا لان عم جرب نستثير النقاش، انا بعتبر انه بقضية الابعاد المتعددة يعني انتزاع المبادرة على صعيد المعجم وعلى صعيد جدول الاعمال، ما في صراع بالمنطقة بداية، في تفككات، في تحلل لمنظومات سلطوية، في محاولات لصياغة مراحل انتقالية. في هيك شو صراع؟ انه في اخيار واشرار؟ ما نحن عندنا فكر نقدي، ما بناخذ الخبرية مثل ما بتجي، وبالتالي ما في شيء اسمه تنمية ولا بديلة.
في ظرف سياسي علينا أن نحدد كيف نتعامل معه. هلا البير عنده فضل كتير كبير بالشغل التاريخي على هالمسائل، ما حنتعدى استباقا يعني على كلامه، إنما في كم شغلة بتصور مفيد هيك تنحاول نتلمس معالم الظرف السياسي اليوم. هاي المنطقة اللي نحن فيها هون شائت الظروف الوضعي المضعية، مش إنه حدا اخترع شيء، إنه كانت هي في جوار قاتل مع النقطة يلي لأسباب أخرى حصل فيها تغير اجتماعي عميق، فينا نسميه الرأسمالية، الثورة الصناعية، اللي بتكون يلي هو أوروبا. هذا الجوار القاتل الأقرب يلي هو من جهة ما يسمى العالم العربي، من جهة تانية ما يسمى أوروبا الشرقية يعني روسيا وهدول، هذا الجوار الأقرب بمعاينة كتير سطحية وبسيطة بتشوفوا انه هاي اكتر مناطق خربانة بالعالم اليوم. هيدا الجوار القاتل مع المركز يلي انطلقت منه التحولات يلي من انا اقول من 18 وبالجاي كان محكوم بمواجهات الحكم الجيري يعني كتير شديدة يلي حتمت بالأول موقف ممانعة ثم موقف تكيف تحديث وإلى آخره. مرحلة عم بحكي الدولة العثمانية، نحن نفس الشيء فيكم تاخدوا بطرس الأكبر وكاترين بروسيا يعني مع نجاحات وأشياء متفاوتة، وصولا إلى النقطة الأولى اللي هي انهيار كامل لهذه الساحة، سايكس بيكو يعني التقاسم الاستعماري المباشر طبعا وإقامة الكيان الصهيوني والحديث كله بنعرفه، وبالمقابل وبذات الوقت الثورة البولشيفية بروسيا. هون ونحن نتعامل مع هالأمر كمان مرة لأننا نعتبر كل واقع هو منتج تاريخي اجتماعي، احنا لا نسقط هويات بالمنطق الفكر النقدي. بالتالي العالم في يكون عربي في ما يكون عربي، في يتغير، هذه سياحات، هذه منظومات لتشريع أداء سلطوي، لأنه إذا فقدنا الفكر النقدي نصبح جزءا مما ندعي بزعم هايل انه نحن قادرين نستوعبه بالفكر وبالفعل ونغيره. طيب هذا الجوار القاتل المنحى الغالب مع بعض الاستثناءات يلي كتير مهمة لأن استثناءات بالتيارات السياسية، كان الفكر الغالب انه وموجودة عندنا بما يسمى هذا مساء الوطني نستسيغ الخير النافع من ما بعرف شو، انه نحن منضل على موديل تركيبتنا المجتمعية بس منشتري مدفع، عرفت كيف، ومنشتري طيارة، هذا خير نافع بس بضل المجتمع راكب مثل ما هو. إلى حد كتير كبير هذه الازدواجية يلي من جهة مواجهة لصيقة لأنه سائب نحن هون، ومش بس جوار جغرافي، في جوار كمان فكري وحركة بشر والآخره، ومن ناحية أخرى محاولات يلي بتطبع المسار اللي هي الالتصاق ب خط دفاعي عن البنى المجتمعية يلي يعبر عنه قد ما بدكم، من العيال للطوائف للديانات للأخبار كلها. تدرج هالأمر بمراحل طبعا، يظل مرحلة الاستعمار المباشر
اللي دايرين الدفي مجموعة من الملاك والتجار ومثقفين، لأنه يعني بننكر هالشيء نحن، بس إنه هذه النهضة وكذا هوني، هودي كانوا عندهم نوع من تفاؤل. اليوم ما بان لي إنه هيك نستسيغ الخير النافع وبتزبط هيك. الملاك أكترية الملكيات كيف ركبت، حديث تاني يعني ب 10 و 11 الشهر إذا بتحبوا تشرفوا عاملين ندوة عن الموضوع كيف نشأت الملكيات. بس طيب هيدول بمواجهة مع إعلان الكيان صهيوني إسرائيل وبقصر نظر لعدم استباق مفعيل التغيرات المجتمعية، لا سيما لناحية النزوح من الريف وحتى بدايات التعلم وتحديدا عند العسكر. أول ما ارتجت شرعية أوضاعهم هيدول هروا واحد ورا الثاني واجا وراهم عسكر، اللي هن بشكل عام أصول ريفية، فكرهم كمان انه هن رح يقوموا بنفس يحملوا المشعل ويحدثوا. خصائص العسكر بهالمنطقة كلها انه كله مهزوم، ما في واحد منهم ربح مرة شي شغلة. شو عملوا هاو؟ صار عندهم مشكلة جدية للحفاظ على شرعيتهم، فراحوا كل ما ينهزموا يهادنوا المجتمع أكثر وأكثر ببناه التقليدية. يعني هذا حط الله أكبر على البنديرة، هداك بلش يصلي على طول تزبون مصر لما راح يتصالح مع إسرائيلية. يه غريب صار في إسلاميين، غريب كأنه طلعت صدفة هالقصة. وبنفس الوقت عم بيهادنوا برا، فتنا بعملية مزدوجة من الكذب المزدوج، كل جهة عم نكذب عليها خبرية لأنه ضعاف، تنحاول نستقوي بكل طرف، الخارج على الداخل والداخل تجاه الخارج. الداخل أنه نحن هذا بلد وحوش وكلهم هيك كذا، لو ليه كانت بتفرط تدعموني، وتجاه الداخل أنه لا بديل وكل الأوراق بيد أمريكا وإلى آخره إلى آخره. هذه حكمة 30-40 سنة البلاد. هاي كيف ضاينت؟ هذه ضاينت لأنه إجاها ظرف اللي هو أنه طلع سعر البترول، فتم ضخ كم هائل من الأموال لشراء الولاءات المجتمعية من خلال تأبيدها كلياته، عشائر ووجهة وخبار وقصص من هيدا كله اقتصاد سياسي. إذا عم نحكي إنه التحدي من الخارج يستدعي مش خيارا يفرض حشد موارد لمواجهة الخارج، هيدي الطريقة أكيد ما بتحشد موارد أبداً، بالعكس هي تبدد الموارد. بس بين تبديد الموارد والاحتفاظ بالأطر السلطوية الناظمة للمجتمع، الخيار طبيعي بيروح على التاني. مع تعسر الاعتماد المتمادي على قصة الضخ شراء الولاءات وتحنيط المجتمع، ومع تطورات خارجية أهم انهيار الاتحاد السوفيتي وإعادة تموضع المصالح بالمنطقة، وثالثا مع استمرار قصر النظر في مخص التغير المجتمعي لا سيما الديموغرافي، ماتوا هودي الشباب العسكر المهزوم، اجوا اولادهم، اولادهم الاشياء يعني. هودي عم فاتوا بمغامرات، مش بس اللي عم نشوفها اليوم العسكريه، مغامرات اقتصاديه بالاقتصاد السياسي، اخطاء فادحه بالاقتصاد السياسي، تعديلات هائله في التحالفات الطبقية والجهوية بقلب بلدانهم. أمام هالأمر هذا احنا مش مراقبين كيف التصرف. واضح انه المسألة تتعلق بشرعية السلطة،
ومش انه في هدف وبدنا نوصل له انه هي التنمية، هذا ميلينيوم ديفلوبمنت جولز، احلى شيء هالخبار عنه في نقطة بنوصل لك من قرب توصل خلص بيخلص التاريخ وانيك بيمشي. ايه هلا حسكت يا هي تصويب على هدف متحرك. يعني لما منقول البديل ايه اذا عنا تصور معين لانه منعتبر مراهنة انه هيدا يلبي ظرفا تتعدل فيه موازين القوى ونحن قادرين ناخد المبادرة، مش نهاية التاريخ، هذا بيودي لمحله حيرجع يولد مشاكل تانية بعدين. إذن هذا التصويب على هدف متحرك هو مسألة بنفس الوقت كونية ومحلية، لأنه هذا الهدف المتحرك، يعني كان عم بيحكي محمد من شوي عن قضية عودة مسائل تفاوت الدخل وتأثيرها على البنى الاقتصادية والسياسية في البلدان، هيدا تماما نقيض مقولة طوشولنا راسنا فيها 20 سنة اللي هي محاربة الفقر. معلش هيدا نقيض مقولة الفقر. إذن بهالجو المتحرك عم بحكيكم كونيا ومحليا، نحن شو مطلوب؟ أول شيء بدنا نختار شو هي الساحة يلي إجرائيا تعطينا أكبر حظوظ للكسب. يعني إذا الساحة بدها تكون ضيقة، لبنان مثلا، أكيد يمكن حظوظ الكسب فيها أكبر بس المكسب بيكون أصغر. إذا على ساحة أوسع عالم عربي، هيدي هيدا خيار سياسي، لا هو لا إيديولوجي ولا شيء. ونحن عايشين اليوم وضع بالتحديد هون يلي عنا الأرقام تعرفوها، 1.5 مليون سوري ووضع سوريا وإلى آخره. هذا الكلام يعني تعديلا في القدرة على التأثير ومدى التأثر في الإقليم. انطلاقا من هون نحن مش رايحين بالصراع مين مع بشار وضد بشار، مش هيدا بيعنينا بتاتا. احنا مش 8 و14، ما بيعنينا شيء. هيدي ظاهرة مرضية علينا أن نفهم لماذا أخذت هذا الشكل. هيدا انتزاع المبادرة، وانتزاع المبادرة ببلش من فرض جدول أعمال ومعجم مختلف، وطبعا من تظهير صورة بديل. شو يعني بديل؟ بديل مش إنه اللي بيفهموا الشباب ومعهم شهادات. بديل يعني الناس بيتشكل عندها اقتناع إنه هؤلاء قادرون على تحمل مسؤولية السلطة. هذا أمر على أهمية المواقف المطلبية والاعتراضية وإلى آخره مختلف جوهريا عن هذه المقاربات، لأنه نحن اليوم عندنا ظرف يلي بدنا ناخد كل عمل سياسي في مراهنة، بده يتحدد شو هي حجم المراهنة. فينا نجي نقول انه ايه بكره بالانتخابات وما بتزبط وهون وهونيك وكذا، وفينا نجي نقول انه المسار التاريخي ولحين هي هون يلي اشرت له، هذه المراهنات المزدوجة والخبيثة وهذا التخبط مع الاولاد الاشقياء وهذه التحولات العميقة في المجتمع وان كانت مقموعة في ظاهرها، قد تشديد على كلمة قد تكون فرصة كتير حلوة لاستلام السلطة من خلال مقاربة حدوم ظرف ما في شيء نهاية، إنما من خلال إسقاط مرحلة يلي هي فينا نعتبرها مرحلة يلي بدأت من أول التسعينات لليوم. وين ببلش؟ كمان هذا رهان تاني قد يكون محليا، في ناس يقولوا العكس كمان، هذا بده يتناقش. أنا بعتبر مبلش محليا أساساً، لأنه المسألة الهامة فيها هي شح الموارد، هي تجنيد الموارد، مثل ما عم نحكي بالاقتصاد السياسي مع العمل السياسي زي الشيء، هو كمان في اقتصاد من باب التحالفات، من باب عدم إضاعة الوقت بظواهر فقاعات صابون. إذا كانت المراهنة قائمة على إنقاذ مجتمع مفترض كمان هذا التقدير يكون بكوامنه عناصر الارتداد على المرحلة السابقة متكونة وكبيرة. وشكرا.